مساء الخير، نحن حاليا مباشرة من وزارة الداخلية حيث سيعقد معالي الوزير زياد بارود مؤتمره الصحفي. من أنت مباشر حضرة الوزير، تفضل. تفضل. أهلا وسهلا فيكم. رح نفوت بصلب الموضوع. أنا ما كتير بحب عل مثل ما بقولوا اكمش دينتي بالقلب. موضوعنا اليوم هو عن عشة السير. جربنا قد ما فينا نعالج هذا الموضوع، وانا شخصيا يعني ما عم بترك اي شيء او اي طريقه لحتى نقدر نحل هذا موضوع عجقة السير، لانه المواطن عم بيعاني مثل ما كلنا بنعرف. موضوع عجقة السير انا شخصيا اقترحت فكرت بكذا حل. من الحلول يلي فكرت فيها هي انه جربنا وطرحنا انه بركي اصحاب النمر المجوزه بتظهر بتكون بتتواجد على الطريق خلال النهار، واصحاب النمر المفرده بتظهر خلال الليل. ولكن كمان ما قدرنا توصلنا لحل، لانه في كثير ناس عندهم ارقام مفرده حابين يظهروا خلال النهار، ونفس الشيء فايس فيرسا مثل ما بيقولوا. جربنا حل ثاني يلي هو انه يعني قسمنا انه يكون خلال الاثنين اربعة وجمعه يظهروا جماعة 8 أدار يتواجدوا على الطريق، وبهالوقت يكونوا جماعة 14 أدار مطبوبين ببيوتهم. يظهروا جماعة 14 أدار هن بأيام الثلاثة خميس وسبت، ونترك الأحد فري للناس يلي منا مع حدا. كمان ما زبط هيدا الحل معنا. وأحد الأسباب الرئيسية والأساسية يلي هو عم بسبب عجقة السير هي مثل ما كلنا بنعرف الانتخابات النيابية اللي بدها تحصل هلا. فنحن يعني بصراحة الحل الوحيد يلي أنا وصلت له إنه هو يكون مثل ما بنعرف كل الشعب اللبناني تقريبا 40-50% منه بس بينتخب وبصوت. ومثل ما بنعرف كمان في كثير ناس جاي من برا، فهيدا مثل عم بيقولوا مثل ما بيقولوا بيزيد على الطين بله، يعني عم تعجق زياده بالبلد. ناس جاي من برا كمان بده ينتخبوا. فمثل ما قلنا وضحنا انه تقريبا حوالي 40-50% من الشعب اللبناني بينتخب، فبيتبقى منه يعني يا 50-60% من الناس يلي ما بتعمل شيء. يعني فينا نقولها بالعربي الفصيح انه ما لها عازه تكون موجوده بهالبلد بهالفتره. فالحل الوحيد انه هال 40-50% يلي الناس من الناس يلي بدها تنتخب تضل بالبلد بهيدي الفتره، وال 40-60% من الناس يلي ما عندها او ما لها عازه بهيدي الفتره بالبلد، انا برايي خليها تفل من البلد. يعني في عنا مثل ما اقتراح انه فيهم يسافروا، فيهم يفلوا يطلعوا عبروس، يطلعوا على اي بلد قريب بهالفتره يفلوا من البلد، روحوا يعملوا مثل فاكونس لانه ما لهم عازه يعملوا شيء، ويتركوا هالناس يلي بدها تنتخب وبدها تتخبط بهذا الموضوع تضل موجوده لحالها بهذا البلد. فهذا الحل الوحيد، وشكرا، يعطيكم الف عافيه. شكرا.